بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن واوهب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما تغيب عثمان عن بدر. نعم هنا جاء الأمر في قول التبويب باب إذا بعث الأمر رسولا في حاجة أو أمر بالمقام هل يسهم له لأنه هل يعتبر مع 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 المسيرة يعتبر مع مع الجيش أم لا؟ فهنا قال تغيب عثمان عن بدر فإن كانت تحته فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النسلم إن لك أجل رجل ممن شهد بدرا وسهمه. شوف يعني ولذلك هذا جاء وهذه من أهم ما يكون عليه السلام كاته من أهم ما يكون فيها النية في هذا الباب أنه يعتبر مع الناس ما دام في انشغال بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمرض ابنته ولذلك جاء الرجل إلى ابن عمر فقال أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال أتشهد أنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أتشهد أنه لم يكن في بيعة رضوان؟ قال نعم. قال إذا ما الفضل الذي عثمان؟ قام الرجل قال الله أكبر وأراد أن يولي فرحا فقال انتظر 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 قبل ان تسير. نعم انتم لو تدرون ما تفعل معي جزاكم الله خيرا هذا فضلك يا بسام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وفيكم بارك. فاقول اخوتي الكرام في هذا الباب قال لهم انتظر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عثمان بن عفان ان يمرض ابنته وكانت مريضه وضرب له سهما من بدر فهو رجل من أهل بدر. هذه الأولى. الثانية قال أما الفرار يوم أحد قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم انتهى فلا كلام في ذلك عفى الله عنهم. ثم قالوا أما بيعة رضوان فكان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعثه إلا النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي على يدي وجعل يده اليمنى قال هذه يد عثمان وهذه يد محمد صلى الله عليه وسلم ووضع يده على يد محمد وبايعه. إذن في كل شيء جاء الأمر في هذا الباب. هذه نظرتك الجبلية يا أشرف من جرب يعرف أما أنت فقاسي جدا. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب أمر أعجب من العجب وهو أن الرجل بنيته كتب ممن شهد بدرا وخير الناس من شهد بدرا فقد كان يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث وان كان في ضعف قال لو كانت لي الثالثة لأعطيتك إياها. هذا لحسن ولطف ما كان فيه عثمان بن عفان وفضل عثمان بن عفان الله بالله. بيعضوك عشان انت جاف عندك جفوة عليه. لا ليس 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 دل على وجوب التمريض لأن هذا جاء بأمر النبي الأمين وحي من السماء. فهذا زيادة على الأصل. هذا زيادة على الأصل. لكن كتب الله له في هذا الباب أن له سهم ولذلك حاصل مال العلماء في من لم يشهد الواقع هل يسهم له قولا فعند أبي حنيفة وأصحابه أن من بعثه الإمام في حاجة حتى غنم الإمام أنه يسهم له وكذلك المدد يلحقون الأرض الحرب بعد الغنيمة أنهم شركائهم فيها وأخذوا بهذا الحديث وهذا الحديث ظاهر جدا لهم. قالوا قد ذكر أهل السير أن سعيد بن زيد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة له وأمر طلحة بالمقام في مكان ذكره له وأسهم له ما. وعند مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور أنه لا يسهم له إلا لمن شهد القتال وبذلك حكم عمر وكتب به إلى عماله بالكوفة واحتج له ولا بحديث أبي هريرة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما فتحه فقلت أسهم لي فقال بعض بني سعيد ابن العاص لا تسهم له يا رسول الله فذكر حديث وحجة أهل المقال الأولى أن عثمان انطلق في حاجة الله ورسوله فضرب له بالسهم ولم يضرب له أحد غيره أفلا ترى أنه جعله كمن حضر فيقاس عليه غيره مما في معنى وهذا الصحيح القول الوسط بين القولين أنه يسهم له إن كان في حاجته وإن كان في حاجة الجيش فيعتبر معه. أما حديث أبو هريرة فوجهه أنه صلى الله عليه وسلم وجه أبانا إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر ثم حدث من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ما حدث فكان مغاب فيه أبان من ذلك ليس هو لشغل شغله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضوره خيبر بل بعد إرادته إياه فيكون كمن حضره. فإذا المسألة لو كان النبي هو الذي شغله إذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه سهما. فهذا حسن أصلا لكل من أراد الخروج مع الإمام إلى القتال قتال عدو فرده الإمام عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين فتشغل به حتى غرم الإمام فهو كمن حضر يسهم له وهذا الصحيح وهذا الذي حدث مع عثمان. وكل من تشغل بشغل نفسه أو بشغل المسلمين من بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فمن كان الدخول فيه متقدما ثم حدث للإمام قتال عدو فتوجه له فغنم فلا حق للرجل في الغنم لأنه لم يحضر
لم يحضره ولم يكن مشغولا بأمر منه ينشغل به. واحتج أن قال أما قال ثانية فقال إن أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان وهو لم يحضر بدرا خصوص له، هذا خطأ بين الأصل عدم الخصوص. ودعا خصوصي قولي لعثمان إنك أرجو ممن شهد بدرا وسهمي، كل من يفعل بأمر ينشغل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يبد يسهم له في ذلك. وضغط طبعا قوم من أهل العلم أنهم قالوا إنما أعطى عثمان يوم بدر من سهمي من خمس، واحتج بقولي يوم حنين مالي مما أفاء الله عليكم إلى الخمس وهو مرد فيكم، فدل ذلك أنه لم يعطي أحدا لم يشهد الواقع من الغنيمة. والصحيح الراجح أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لأنه انشغل بأمر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمره به. نعم. الفوائد المستنبطة: الخلاف وارد، وفصل الخطاب في السنة، حمل كل حديث على وجهه أفضل من وجه التعارض، من أخلص حاز وفاز، من أخلص حاز وفاز. نعم نعم، القطط فيها رقة عجيبة جدا وفيها شعور مش ممكن، فيها أمور يعني لا يفهمها إلا من عايش. أما أشرف أصلا أشرف يريد نمور، يريد أسود يكون بجانبه فقط، وبيقول هو رقيق، أشرف بيأخذها من رأسها هكذا بيخلي قلبي يدخل. شيخنا أبو هريرة ما تقول في قول الأشعري القرآن الذي نزل به جبريل مخلوق؟ أبو هريرة ما تقول في قول الأشعري القرآن الذي نزل به، ما هذا؟ إيش السؤال أصلا؟ الذي يقول بأن القرآن الذي نزل به جبريل مخلوق كافر. مسألتي أمس عن النهي عن إفراد الجمعة بصيام لا يدخل التخصيص، ماذا تريدين؟ قلنا بأن الجمعة لا يصح حتى ولو كان عاشوراء لا يصح صيامه إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده، إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده في هذا الباب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.